روح دكتور كيلاني امبارح دكتور مصطفى مدبولي وصف الحكومه بانها حكومه تحديات، وقال انه في تحديات ليها اوجه متعدده سواء داخليا او خارجيا، طبعا ما يحدث في الاقليم او الصراعات العالميه. شايف مهام هذه الحكومه وسط كل هذه التحديات ازاي؟ خاصه انه حتى في حوار له قال انا المواطن يعني بيشوف استراتيجيات كتيره بنضعها، لكن المواطن عايز الفتره اللي جايه يشوف خطوات فعليه على الارض. فازاي الحكومه الجديده ممكن تقدم او تترجم هذه الاستراتيجيات والبيان الى خطوات يشعر بها المواطن؟ بلا شك بيان الحكومه كان بيان واقعي جدا، تلامس بشكل او باخر مع كل الباحثين في مصر ومع المواطنين ومع كل من هو له شأن بشكل بعض الأمور الاقتصادية وبعض الأمور القطاعية ومع بعض المستثمرين بشكل أو بآخر، سواء كان قطاع مستثمر محلي أو أجنبي. وخلينا نوصف ونقول إنه الحكومة قطعت على نفسها بشكل مبدئي إنه إن هي حاسبت نفسها قبل أن تبدأ، يعني قالت بشكل جيد إن أنا النهاردة عندي معدلات بطالة برقم كذا، معدلات نمو انا مستلماها بشكل اساسي، وعندي معدل دخل قومي ومعدل ناتج محلي اجمالي، وعندي دخل المواطن بالنسبه لي ناتج المحلي الاجمالي بيمثل بنسبه كذا. فانا النهارده استلمت هذه الارقام وهذه النسب، فانا قطعت على نفسي الفتره اللي جايه ان انا هنمو بهذه الارقام. فده من الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه واللي هي اساسيه بشكل جيد، انت قدام النهارده تغيرات جيوسياسيه في المجتمع الدولي، عندك كل المؤامرات الدوليه النهارده بتحيك بيك اقتصاديا. يعني كان من فتره ممكن نسمع عن انه في ازمات سياسيه فبتعكس ازمات سياسيه، لكن النهارده اي ازمه سياسيه بتعكس ازمه اقتصاديه، اي ازمه اقتصاديه بتعكس ازمه اقتصاديه. فانت النهارده كلمه السر النهارده في اي دوله ونجاح اي دوله انك انت بتركز بشكل اساسي على الاقتصاد، وعلى انك انت تشوف القطاعات اللي ممكن تديك ميزه نسبيه، القطاعات اللي ممكن النهارده وزير الماليه قاعد يقول لي عند قطاع الصناعات التحويليه، قطاع الصناعات الدوائيه تقدر تديني النهارده قيمه مضافه في الدخل القومي، تقدر تعمل لي تحسين في المؤشرات. فبلا شك اعتقد ان الحكومه اولوياتها في الفتره المقبله انها تركز على القطاعات اللي ممكن تدي لك قيمه مضيفه في الدخل القومي، وتعمل مؤشر اللي هو في نهايه المطاف كله الدخل القومي، وبالتالي دخل المواطن اللي احنا كلنا كمصريين عايزين دخل المواطن يتحسن، وبالتالي الكفه الاخرى من الميزان ان احنا نقضي بشكل اساسي على ارتفاع الاسعار الجنونه، وبالتالي ندخل المستورد بشكل اساسي. فاعتقد ان الحكومه عندها تحدي كبير، التوقيت توقيت صعب. طب هل هتقدر؟ نقدر، لان احنا عندنا موارد كويسة وعندنا مؤهلات تخلينا بشكل أو بآخر إن احنا نتخطى هذه الأزمة. فبلا شك أعتقد إن الحكومة جاءت في توقيت حاسم جدا، وقطعت على نفسها مبدئيا إنه لابد أن تحقق المؤشرات التي وردت في استراتيجية 2030 وكل التوصيات اللي صدرت عن الحوار الوطني، وبالتالي أعتقد إنه التوقيت بالنسبة لها توقيت مهم جدا. فكرة التايم ليميت أو فكرة الخطط الزمنية المعلنة المحددة بوقت ومعلن أمام الجميع، الدكتور مصطفى مدبولي امبارح تعهد بإيجاد خطة زمنية لمدة 3 سنوات بيتم فيها حل بعض المشكلات. لما نقول مدة ولما نقول ده بيدي شفافية كبيرة جدا للناس، والناس تبقى عارفة تتوقع إيه بعد قد إيه؟ يعني هي دي مش أول مرة طبعا الحكومة بتحدد البرنامج بتاعها يخلص في الأهداف في وقت قد ايه. قبل كده كان عندنا سواء كان في البنيه التحتيه اللي تمت، يمكن من التحدي الاكبر اللي قاله رئيس الوزراء امبارح ان اكبر تحدي كان بيواجه الدوله المصريه على مدار من 11 سنه هو وجود بنيه تحتيه، اللي بناء عليها ترتب وجود بيئه تشريعيه واستثماريه قويه. عندنا برامج تم تنفيذها على مستوى وفي وقت زمني محدد، المبادره الرئاسيه حياه كريمه اللي غيرت حياه يعني ملايين المصريين، عندنا الصفقه الاكبر صفقه راس الحكمه ده كان ليها وقت محدد. كتير من البرامج اللي تعادت بها الحكومه الفتره اللي فاتت او في الحكومه السابقه للدكتور مصطفى مدبولي كان في برامج تم تنفيذها. وجود برنامج جديد في الحكومه الجديده مع هذا الكم من التغيير الكبير في عدد الوزراء، اكثر من 20 وزاره، ده يعني بيدي المواطن المصري أمل إن الجاي هو بتاع المواطن، المشروعات الجاية كلها بتهدف للمواطن المصري وصالح المواطن المصري، وجود خدمات، وجود بنية تحتية في الاستثمارات، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كله بيعود في صالح المواطن المصري. وبالتالي الحكومة تعهدت
على مدار الثلاث سنين هيكون في استثمارات. لو اتكلمنا بلغة بسيطة وهي لغة الأرقام، أنا عندي على مجال الخدمي المجال السياحة عندي 30 مليون سائح، خطة لحد 2028. عندي مستهدف أن يكون في زيادة في معدلات التشغيل للإناث 19%. عندي كمان زيادة في معدلات التشغيل في المحافظات الحدود المحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي. عندي كتير من الأرقام اللي تعهدت بها الحكومة المصرية أن هي هتعملها خلال الثلاث سنين. أهمها كمان ويمكن زي ما الدكتور قال موضوع الاقتصاد ومعدلات النمو. أنا عندي معدل نمو تعهدت أن أنا هكون 4.2 في أول سنة، تدريجيا لحد الثلاث سنين هوصل لـ5%. فأنا عندي برنامج واضح محدد بأرقام محددة كله محطوط قدام المواطن المصري يقدر يطلع عليه.